استنيتك تكلميني ما حصلش، قلت اجي اصورك في نفسي. يا دي النور يا دي النور، يا اهلا وسهلا ست منى، والنبي يا اختي ده احنا زرنا النبي. اهلا اهلا يا اختي، اتفضلي اتفضلي يا حلوه. ده لو متولي جوزي يا اختي عارف الدنيا مش هتسعوا من الفرحه. تشربي ايه يا اختي؟ لا ميرسي ولا حاجه، انا جايه عايزه ليلى في كلمتين وهمشي على طول. كده؟ طب يا اختي هعمل لك شاي. اتفضلي. مش ناويه تعقلي؟ ليه؟ هو انت شايفاني ماشيه شد في شعري ولا بجري ورا عربيات الرش في الشارع؟ انت ليه يا ليلى مش مصدقه ان انا خايفه عليكي؟ انا مصدقاكي على فكره، بس انا في ايدي اعمله. اقولك على فكره، روحي قولي لمراد يبعد عني، ولو هو وافق انا ما عنديش اي مشكله. انت اللي لازم تعملي كده يا ليلى. انا لا، انا خايف على فكره، ده انت اكتر واحده تعرفي مراد، واكتر واحده تعرفي ممكن يعمل فيا ايه لو بعدت عنه. ده ممكن يقتلني. أروح فتيس. نزلي الولد، نزلي. دي الحاجة الوحيدة اللي مخليها متمسك بيكي. لو مفيش حمل خلاص تقدري تبعدي عنه، وأنا وعدك إنه مش هيتعرض لك. طب وفريدي عارف إن أنا نزلته؟ مين قال إن أنت ليه نزلتيه؟ إحنا نقدر نقول إنه نزل طبيعي، ربنا عايز كده، حتى يعترض على قضاء ربنا. انتي عايزاني اموت ابني بايدي؟ هديكي اللي يعوضك وتعيشي مبسوطه ومستريحه. وبعدين يا ليلى انتي لسه صغيره وزي القمر، ومليون واحد يتمنى يتجوزك وتعوضي الولد. انا مش هعمل كذا. شوفي انتي بقى هتعرفي تعملي ايه. سيبك منها يا ست منى، والنبي دي بنت حقوده وجحده ونكره للجميل. بقولك ايه؟ عايزاكي في خدمه. يا اختي ده انتي تشاوري كده بصباعي، تأمري امر هتلاقيني تحت رجليكي. مراد بيه فين؟ يا مراد بيه! طب ما احنا قلنا كده من الاول، اخيرا قررتي تيجي تعيشي معايا؟ اما انت عايزنا ننزل الواد كان ايه لازمته تبعت المدام؟ ما كنت قلت لي من الاول. بذمتك انت في حد يعمل كده؟ في حد يرفض نعمه ربنا اللي بعتها له؟ هو احنا مش كنا قعدنا ورقنا واتفقنا نبتدي صفحه جديده؟ عموما براحتك، لو انت عايز تنزل الواد انا مش هنزل ابني. ممكن تقولي لي ايه اللي حصل؟ لا والله انت مش عارف ايه اللي حصل؟ والله ما اعرف. والله ما تعرف؟ بجد انا مش مستحمله. بلاش تلعب بيا، أنا على آخري. أنا ربنا بعتلي نعمة مش هرفضها برجلي. لو أنت مش عايزها أنت حر. أنا في امتحان ومش هخسره. قولي لي بس إيه اللي حصل؟ منى هانم جاتلي وعرضت عليا فلوس عشان أنزل ابني. وأنا مش هعمل كده، عشان ابني عندي بفلوس الدنيا كلها. منى عرضت عليك العرض ده؟ يا سلام. هو أنت بجد ما تعرفش؟ ما قلتلك والله ما أعرف. خلاص. سيبيلي الموضوع ده وانا هحله. هتحله ازاي؟ ما هي طالما فكرت في كده من الاول يبقى مش هتسكت، هتفضل تفرك. تعالي يا منى. تعالي. في ايه يا مراد؟ اللي حصل مع ليلى ده حقيقي؟ بصراحة طلعت فعلا بنت كويسة قوي. أنا كنت متخيلة إنها ممكن تبيع أي حاجة عشان الفلوس، حتى لو كان ابنها. مراد، أنا مهما كان مرادك وعشنا مع بعض سنين طويلة، يمكن ربنا ما قدرش يديك اللي انت عايزه مني، بس مش هسمح ابدا لحد انه يستغلك. وكان لازم اتاكد بنفسي ان ليلى مش طمعانه فيك. بصراحه عيلتي في نظري قوي يا ليلى. انا كده هبقى مطمنه على مراد انه هيعيش مع مراته ام ابنه اللي مش طمعانه في اي حاجه. يا حنينة، يعني انت تعبتي نفسك وجيتي لحد عندي عشان انزل ابني عشان تعرفي اذا كنت بحب مراد ولا لا؟ الحقيقة أنا مش مستنية من أي حد فيكم إنه يصدقني، ولا أي حاجة منك يا مراد، ولا أي رد فعل منك يا ليلى. بقى بذمتك أنت مصدق الكلام ده؟ منى لا يمكن تكذب عليا، أنا عارفها كويس أوي. كتر خيرك،
انت فاكره ان ليكي اي اهميه عند مراد؟ مراد كل اللي يهمه اللي انت بتقولي عليه ابنه، وانا الصراحه مش مصدقه الحكايه دي، شاكه فيها. انا اسفه، انا مش عايزه ازعلك. لا انا مش زعلانه، انا برضو ممكن احط نفسي مكاني. تخيلي انت لو تبقي متجوزه واحد بتحبيه ومش عارفه تجيبي له العيل اللي نفسه فيه، وفجاه تظهر واحده يحبها ويتجوزها ويجيب له العيل، اكيد هتموتي. انا ما هعمل نفسي ما سمعتش ولا حاجه باللي انت قلتيها، وتعالي نتكلم مع بعض منتهى الشياكه والذوق والتحضر. مراد لما تخلفي هيرميكي. بكره نشوف، الايام هي اللي تحكم. انت حره، انا بس كل اللي عايزاه انك تخلي بالك من نفسك. انت بنت غلبانه ومش قده، وانا عارفه مراد وفهماه كويس قوي. لا ما تخافيش عليا، انا عن نفسي مش عايزه حاجه، انا كل اللي انا عايزاه اني اخلف ابني ويتربى مع ابوه. انا بالنسبه لي مش هاخد من الدنيا اكتر من اللي اخدته. على كل حال لو احتجتي اي حاجه انا موجوده، انا قلبي كبير وعقلي يقدر يستوعب ان بنت غلبانه زيك لقيت نفسها فجاه في العز ده كله. اكيد السكينه تبقى سرقاها ومش عارفه ايه اللي مستنيها. القهوه يا منى هاني. اشربيها انت يا حبيبتي. الو، انا كنت عارفه ان ده هيحصل ومش مطمنه للست دي من الاول، وقلت لك الكلام ده وانت ما صدقتنيش. هي مين اللي مين؟ هكون مين يعني مراتك منى؟ جات لحد هنا وهددتني وقالت لي عيني عينك انها مش طايقه ابني. الله، امال لما هيجي هتعمل فيه ايه؟ اتصرف يا مراد، دي مش قضيتي، اتصرف. بونجور حبيبي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ فين يا مراد؟ لا كده كتير، كده كتير بصراحه. ليه كده؟ شكلك لسه زعلانه من كلام منى. اه انا فعلا زعلانه من كلام منى. انا هحاسبها على كل كلمه قالتها. ما تفرقش تحاسبها ولا ما تحاسبهاش، دي حاجه تخصك، لان الواضح ان في حسابات في دماغك انت لوحدك وانت الوحيد اللي عارفها. هو انت فعلا مستني لما اجيب الواد وبعد كده ترميني في الشارع؟ لا طبعا مش حقيقي الكلام ده. ليلى انا اتغيرت، انا قررت ابتدي معاكي صفحه جديده، عشان كده عايزك تسمعي كلامي وتطوعيني. وجودك في الحاره ده مش مريحني خالص. انت دلوقتي حامل ومحتاجة تعيشي في مكان مريح، وانا هوفر لك المكان ده. هشتري لك شقة في احسن حتة في مصر، واجيب لك دكتور خاص وممرضة يتابعوا حالتك. انا نفسي ولي العهد يطلع جامد وجديد زي ابوه. بالمناسبة انا لغيت كل مواعيدي عشان نسهر مع بعض النهاردة، ايه رأيك؟ معلش ممكن نأجلها ليوم تاني؟ أنا أبويا تعبان قوي لازم أقعد جنبه النهاردة. حقك عليا. لا مفيش حاجة طبعا، براحتك. أنا لا يمكن هغصبك على حاجة أبدا. أنا كنت بس عايز أثبت لك إني اتغيرت فعلا.